أتحدث وأضيف مساهمة لكل ما قيل، مش عارف هل تسمحي لي بكده؟ أكرر الكلام مرة تانية وأقول إن أنا عارف إن أنتم أنهيتوا النقاش، ولكن هل تسمحي لي إن أنا أساهم معكم في هذا النقاش؟ Absolutely. ده أنا متشكر جدا. اسمحوا لي مرة تانية رحب بيكم وأشكركم وأسجل بكل التقدير كل المساهمات اللي أنتم تحدثتم بيها خلال النهاردة كله حتى وخلال هذه الجلسة، ولكن أنا اسمحوا لي حضيف نقاط أرجو أن إحنا يعني لقيت أن أنا من المناسب بكوني مصري ومن قارة إفريقيا أن أتحدث عنها. تحدثنا كثيرا عن التحديات، ولكن اسمحوا لي أن أكلمكم عن تحدي موجود إحنا شايفينه هنا في مصر، وأكيد هو موجود بشكل أو بآخر في إفريقيا. تحدي الوقت، تحدي الوقت، الزمن. يا ترى معدلات العمل اللي إحنا ممكن نتعامل بيها جوه بلادنا هي معدلات مناسبة ولا لا؟ هل النهاردة ونحن نتحرك في إفريقيا وفي مصر والعالم المتقدم والعالم كله قد سبقنا بسنوات طويلة، هيتح لنا الوقت الفرصة إن إحنا نتقدم بمعدلات متسارعة في ظل المعايير والسياسات المعمول بها، سواء كان هذه المعايير والسياسات اللي احنا اللي هي النظريات اللي موجودة الاقتصادية والمالية المعمول بها في بنوك التمويل في العالم، ولا هتبقى هي لانها معمولة طبقا لمعايير، معايير علمية ومعايير اقتصادية ما فيش كلام، وبالتالي لما تيجي تنطبق على ظروف القارة الإفريقية قد لا تنطبق، وبالتالي قد لا تنطبق، لأن أي بنك هيدي تمويل في إفريقيا بيحط كارتيريا، بيحط شروط، مش شروط علينا لكن شروط الحفاظ على المال اللي هو بينظم البنك، اللي البنك بينظم عمله وإقراضه. يا ترى هو هيبقى داخل ومستعد يدينا ده؟ طب ما الوقت مش الوقت هيبقى كتير قوي علينا في إفريقيا وفي دولة زي مصر عشان نحققه. هديكم مثال، احنا في مصر لما جينا نعمل، كل زملائي اللي شغالين معايا يقولوا ان انا مندفع جدا في الاداء، فيقولوا انت مستعجل ليه كده، مستعجل ليه كده؟ في قناة السويس كانوا بيتكلموا على 5 سنين، وفي احدث في احسن الحالات 3 سنين، ولكن انا كنت مصر على سنة، وربنا وفقنا وعملناها في سنة. بس انا هقول لكم انا ما كنتش بعملها في سنة كوقت، من باب كوقت، هي عشان يعني ان انا اقول ان مصر عملت معدلات غير مسبوقة، ابدا، ده كانت الحاجة الضرورة الحتمية هي اللي بتفرض علي ان انا اخلص بسرعة. ليه؟ لان انا مش هحط المشروع الاقتصادي بعيدا عن بقية الاعتبارات بتاعت بناء الامل وارضاء المصريين بعد فترة صعبة عاشوا فيها. فعايز اقول لهم لا، انتوا تقدروا، ونفس الكلام عايزين نعمله في افريقيا، عايزين نقول للافارقة اللي موجودين ما تسيبوش بلدكم، خليكم موجودين معانا، انتوا تقدروا تعملوا وهتعملوا. فكان الوقت هنا عنصر بالنسبة لي، عنصر مهم. ده بعيد عن الاقتصاد، لكن انا مجرد ما خلصت بعد سنة، ورغم الركود الاقتصادي اللي كان موجود في الفترة ديت 2015 و16 على سبيل المثال، اللي احنا على الاقل خلال 17 و18 معدلات الزيادة السنوية في دخل القناة ما بين ال 500 وال 700 مليون دولار، دول تحققوا لي بان انا انجزت المشروع في وقت قليل. والكلام ده بينطبق على مشروعات اخرى. انا النهاردة لما باجي اعمل مشروعات للطاقة في مصر، انا بجيب مصر كمثال مش عشان اقدمها لكم، عشان اقول لكم انتم انظروا الى افريقيا من هذه الوجهة، من هذه النظرة. انتم تتكلمون على مشروعات القيمة المضافة
للحديد والنحاس والحاجات اللي موجودة في إفريقيا. لكن قول لي وانت بتعمل الكلام ده في أي دولة بدون ذكر الدولة دي، انت عندك الطاقة لها؟ عندك الطرق والمواني لها؟ عندك ده ولا مش موجود؟ انت هتمول مشروع واحد، مشروع الحديد والصلب فقط، لكن طب هجيب الطاقة منين؟ وبالتالي مش هتتعمل المشروع، وهتفضل القارة الإفريقية أو دولنا في حالة، في الحالة اللي احنا فيها. وبقى هنا نقول بعد كده الناس بتسيب دولها وتمشي. هتمشي، ما هو ما فيش أمل. ما هو النهاردة المشروعات إذا ما كانتش تتعمل بشكل جمعي برؤية شاملة تحل المسائل الموجودة عشان المشروعات دي تتعمل، المشروعات دي مش هتتعمل غير بان احنا ندور على ان مش بس الجدوى الاقتصادية لمشروع زي الحديد والصلب او النحاس او غيره. لا، يا ترى الطاقة موجودة؟ طب هنعمل لها ايه؟ طب البنية الاساسية للحركة وللنقل موجودة؟ طب هنعمل ايه؟ الفاصل الفجوة الكبيرة ما بين افريقيا ودولها، وانا واحد منهم، وما بين العالم الاخر ضخمة. ولابد احنا كقادة كمسؤولين، حتى مش بس في افريقيا، حتى في العالم اللي برا، عايزين تسيبوها كده ولا تاخدوا وتساعدوا معانا؟ اذا كنتوا عايزين تسيبوها كده، انا اتصور ان الامن والاستقرار استثمار. اقول لكم تاني، الامن والاستقرار استثمار. اذا لم تستقر هذه القارة والامن فيها معدلاته عالية، هذا الامر سينعكس بالسلب علينا كلنا، علينا هنا يعني افريقيا والعالم كله بقى قرية صغيرة. فارجع تاني اقول الوقت، عندما تحدث صديقنا وزميلنا عن كوريا وعن التعليم وعن ده، كان لديكم الوقت، وكان العالم لسه ما دخلش في اعتاب، في تقديري التشبع الذي بدأ او بدأت ملامحه تظهر في العالم، في الصناعة، في التجارة. طب احنا مكاننا فين في افريقيا اذا كان العالم كله خلاص تقريبا حجز مكانه في الصناعة والتجارة واحنا لسه مكاننا؟ فاحنا الوقت انا بعتبره في تقديري عامل حاسم جدا جدا لابد من وضعه في الاعتبار كتحدي من التحديات اللي احنا في افريقيا وفي مصر. زمايلي زي ما قلت لكم كده كانوا دايما يقولوا لي اجيب الشركات واقول لهم تعمل المشروع ده في قد ايه؟ يقول لي في 3 سنين. اقول له من ضمن المواصفات انك تعمله في 1.5 سنة. تقدر؟ يقول لي طب ممكن يبقى 2 سنين وبنفس المعايير اللي هي اللي احنا محتاجينها. كان الهدف من ده ايه؟ كان الهدف اللي انتم دلوقتي بتقولوا ان مصر ابتدت تاخد مكان مناسب. زمايلي اللي موجودين محدش ابدا في تقديري كان بيدعم او طرح سياسات وافكار بالمعنى ده، وهم زمايلي كلهم موجودين، محدش طرح الافكار دي خالص، وشايف ان هو عمليه تسارع مع الوقت هو يعني هدفه ايه. إذا كنتم عايزين كمسؤولين عن التمويل، أنتم بتحطوا معايير تمويل خاصة بكم، ونحن في إفريقيا لدينا ظروف خاصة بنا. تقدروا تعملوا كوبري، جسر بين الفجوة التي لدينا وبين المعايير التي لديكم؟ تقدروا تعملوا ده ولا هتقولوا لا المال ده ما نقدرش نتعامل فيه بالافكار غير بالمعايير اللي هي تنطبق على تقدمكم في اوروبا وفي اسيا، ولكن لا تنطبق على تخلفنا. وانا بقولها وانا واحد منهم، في مستعدين لده، مستعدين تدونا بتكلفه خدمات للقرض تتناسب مع ظروفنا، ولا بدون حتى تكلفة؟ ولا ده ما يمشيش معاكم. طيب ما تنسوش، بينما احنا اتكلمنا على التحدي كوقت،
التحدي الاخر اللي بيقابلنا وانتوا بتتكلموا عنه ده، في فرق كبير جدا بين انتوا تطرحوا الكلام كافكار وكسياسات وبين الواقع اللي احنا موجودين فيه، واقع نقص الخبره والكوادر اللي هي من خلالها ممكن تدرس وتطلع مشروع يبقى مناسب لتنفيذه ساعتها. يا ترى احنا عندنا في بلادنا المستوى ده؟ ده تحدي اخر موجود هيقابلنا ويقابلكم، لان انتم في الاخر يعني كتمويل كدعم من الخارج هيبص للموضوع ده من خلال دراسات الجدوى. وانا في تقديري احنا في مصر كان دراسات الجدوى لو انا مشيت بيها وخليتها العامل الحاسم في حل المسائل في مصر، انا اتصور ان احنا كنا هنحقق فقط 20-25% مما حققنا. 20-25% ده مش معناه ان المسار العلمي نغفله، لا، بس انا كان عايز على سبيل المثال في مصر هنا اشغل من 4-5 مليون مواطن، وكنت بعتبر ان ده استثمار في حد ذاته، الاستقرار، الامن، الحفاظ على الدولة من خلال اعطاء الامل واعطاء فرص للتشغيل بمشروعات مختلفة على رأسها البنية الاساسية وحاجات اخرى. فارجع مرة تاني ليكم ان انتم كمان لازم تحطوا في الاعتبار ان احنا مش قادرين نفكر زيكم، مش قادرين نخطط زيكم، لان احنا ما عندناش لا الخبرات ولا الكوادر اللي زيكم، وبالتالي بتطلبونا بامور يمكن احنا ما نكونش. ممكن الكلام ده يزعل زمايلي في افريقيا، انا بقول وانا منكم، انا واحد منكم، مصر دولة منكم، محتاجين الدعم الفني والعلمي والخبرات ديت تقدم كمان ضمن ما يقدم. يعني النقطة الثانية اللي احنا انتوا بتقولوا ان في تحدي ديموغرافي في افريقيا، تحدي ايجابي افتكر، طب ما قدام منه تحدي سلبي في دول متقدمة في العالم المتقدم. يعني اذا كنا احنا بنزيد بمعدلات كبيرة ففي تناقص بمعدلات كبيرة في الدول المتقدمة. هل الدول المتقدمة مستعدية تعطي فرصة لبعض الصناعات ويعاد توطينها في بلادنا بالاستفادة من هذه القدرات الديموغرافية اللي موجودة عندنا، ولا هنبقى مصرين على ان هي نحتفظ فيها في الدول ديت رغم ان في عندنا مشكلة في النمو الديموغرافي في هذه الدول، وفي على الجانب الاخر نحن لدينا الفرصة، العمالة اللي انتم بتتكلموا على انها يعني مش متوفرة عندكم او في تناقص ليها، هي بالفعل موجودة عندنا بشيء من التأهيل والتدريب تستطيع ان تفعل ذلك. القرار هيتاخد امتى؟ الكلام ده مش لحضراتكم اللي قاعدين، الكلام ده بقوله لنفسي وبقوله لزمايلي القادة والمسؤولين وكل الحاضرين هنا، وحتى للي بيسمعني من الدول الأخرى. هتفضلوا مستنيين لغاية امتى؟ لغاية لما تبقى القارة فيها 2 تريليون ما بيشتغلوش ومش لاقيين شغل. زي ما قلت قلت أول عامل انتبهوا له هو العامل الوقت. يا ترى احنا قبل ما هنا في انا بتكلم القارة الافريقية، قبل ما تتكلم عن العمل وفرص التصدير للخارج، طب خلينا الاول نلبي مطالب المستوى الوطني ثم المستوى القاري لافريقيا ثم نتكلم بعد كده. وده بعتبره مش تحدي، بعتبره فرصة، ان احنا الاول عندنا اسواقنا الوطنية يعني لدولنا ثم اسواقنا القارية، تستطيع ان احنا على الاقل اذا كنا تخلفنا كثيرا فنستطيع ان احنا نكفي او نحقق التكامل والاكتفاء لاسواقنا الوطنيه او لحاجاتنا الوطنيه ثم على المستوى القاري. انا اتكلمت في البنيه الاساسيه وحضراتكم موجودين معانا هنا، وانا بكررها تاني، اذا كنتم ترغبون في تغيير وجه القاره الافريقيه فالاتحاد الافريقي كقيادة أممية أو قيادة قارية للقارة تستطيع أن تعمل وتدرس بشكل مركزي لمشروع عملاق قد يتكلف 150 مليار دولار.
لبناء بنية أساسية على مستوى القارة. وأنا ده الرابع مرة أكرره، وقد قد يختلف معي الخبراء ومن يدركون ده، ولكن أنا عايز أقول لك أنا ببقى عايز أجيب حاجة ببساطة خالص من دولة في وسط إفريقيا أو في غرب إفريقيا أو في شرق إفريقيا، ولا أستطيع أخذها إلا من خلال الخطوط الملاحية البحرية على أحسن تقدير. في حين لو إحنا عندنا بنية أساسية، أنا بقول لكم تاني وبكررها وحفضل أكررها، لو اتعملت بنية أساسية للطاقة كهرباء، يبقى الكهرباء دي تنقل من مصر، تنقل من أثيوبيا، تنقل من أي دولة تانية إلى دول القارة اللي تنتج كلها 3% من الحجم العالمي. مش ممكن هنعرف نعمل مشروعات كده، مش ممكن هنعرف نعمل مشروعات لقاراتنا بقيمة مضافة أو غيره، مش هنقدر. فالبنية الأساسية اللي بكلم عليها الطاقة اللي ممكن في مصر، احنا في خلال سنتين ونص ثلاثة بالكتير حلينا مشكلة الطاقة وزودنا مواردنا ب20-25%، ونستطيع ان احنا ننقل الطاقة دي لأشقائنا عشان عامل الوقت. عشان عامل الوقت يعني بدل ما ينتظروا هم مشروع يعملوه 7-8 سنين، لا، احنا ممكن من خلال مشروعات بنية أساسية لنقل الطاقة نقدر نحل مسائل فيما بيننا على مستوى القارة بالكامل. ونفس الكلام للسكة الحديد والطرق. يا ترى مستعدين يا إفريقيا، يا مسؤولين، يا قادة، يا مستثمرين، يا رجال الأعمال، يا المؤسسات التمويل الدولية، إن أنتم تساهموا معانا لإحياء أكتر من 1 مليار وشوية الآن، و2050 هيبقى أكتر من كده ولا إيه؟ شكرا جزيلا. Many thanks, President Al-Fatah Sisi. I'm going to let the President have the final word, but other than to say, he has some very pointed comments for you to take away and think about, and we look forward to seeing how you respond in the months ahead. Thank you. Thank you, everyone. التعليقات الدعوات. شكرا للجميع. شكرا جزيلا.